التحالف العربية يتهم ميليشيا الحوثي بمواصلة تجنيد الأطفال في اليمن. صحيفة أمريكية تكشف عن طورات تركيا في دعم أحد أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا. وزير الأوقاف يؤكد أن الدفاع عن الوطن مقصد من مقاصد الشريعة. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، والبداية من ملف الأزمة اليمنية. سلم تحالف العربي الحكومة اليمنية 9 أطفال جندتهم ميليشيا الحوثي وزجت بهم في جبهات القتال. وندد التحالف في بيان باستمرار تجنيد الحوثيين للأطفال وتعريضهم للهلاك في انتهاك للقوانين الدولية والإنسانية، مؤكدا حرصه على سلامة الأطفال وعدم الزج بهم في الحروب وتأثرهم بهم. أفادت مصادر يمنية بمقتل 9 عناصر من شيعة الحوثي في غارة لطائرات التحالف العربي على مدينة تعز جنوبية البلاد. وأكدت المصادر أن الغارة أسفرت عن تدمير عربات عسكرية تابعة لميليشيات كانت على متنها ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية. كشف تقرير أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن تورط إيران في عمليات تهريب للنفط لتمويل ميليشيات الحوثيين في اليمن. وأكد التقرير الذي جاء في 85 صحيفة أن عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران تسهم في تمويل جهود المتمردين الحوثيين في اليمن ضد الحكومة الشرعية في اليمن. وحدد التقرير عددا من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة لأنشطة إيران وتستخدم وثائق مزيفة. طالب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بضرورة التزام جميع المنظمات الدولية بالتشاور والتنسيق مع الحكومة اليمنية حول جميع الخطط والبرامج والأليات الخاصة بخطة الاستجابة الإنسانية ومشاريع التعافي الاقتصادي. وقال الوزير اليمني أن حكومة بلاده ملتزمة بتقديم كل التسهيلات وإزالة أي عقبات أو عراقيل قد تعيق المنظمات عن أداء مهامها، مشددا على ضرورة كشف عمليات النهب الممنهج للمساعدات الإنسانية من قبل الميليشيات الحوثية وأهمية مراجعة آليات التوزيع المحلية بما يضمن وصول المعاونات إلى المحتاجين الحقيقيين. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا أستاذ محمد السدح الكاتب السياسي اليمني. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ محمد. يعني برأيك ما هو موقف الأمم المتحدة فيما تقوم به جماعة الحوثي في تجنيد أطفال اليمن وإدخالهم في القتال؟ طبعا هو للأسف الشديد، يعني أنا لأكثر من مرة تحدثت في موضوع الأمم المتحدة ودورها في اليمن على قناتكم، وكنت بحسب معرفتي وإطلاعي منذ العام 2012 وأنا أراقب دور الأمم المتحدة مثل بقية كل اليمنيين. للأسف أن الأمم المتحدة لا تتعامل مع الحوثي كطرف انقلب على السلطة وينتهك حقوق الإنسان وينتهك كل الأشياء التي تدعي الأمم المتحدة أنها تدافع عنها. الحوثي قام بانتهاكها وخرقها، من تجنيد أطفال، من اعتقال للنساء وتجنيدهن وإقحامهن في المعارك، من نهب المساعدات، من عدم الالتزام بأي هدنة وبأي اتفاقية، من عدم تنفيذ أي قرار أصدر في مجلس الأمن. يعني كل اتفاقية أو كل بند تم طرحه في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن لم يلتزم به الحوثي. ونجد أن الأمم المتحدة ومبعوثها يكون موقفهم موقف في قمة التدليل لجماعة الحوثي ومتماهي مع هذه الجماعة. للأسف الشديد أن الأمم المتحدة كانت كل خطاباتها وكل كلامها أنها حريصة على الجانب الإنساني، وإذا أردنا أن نعرف الواقع من الذي يعرقل العملية أولا، يعني من الذي يعرقل المساعدة الإنسانية هو جماعة الحوثي، من الذي ينتهك حقوق الإنسان هو الحوثي، من الذي يحاصر مدينة تعز ويمنع عنها الأدوية ويمنع عنها الغذاء ويستخدم أيضا جماعة الحوثي. مؤخرا يتم الاكتشاف أن سيارات تابعة للأمم المتحدة تخدم الحوثي وتقدم له الأسلحة وتنقل أسلحة الحوثي من محافظة إلى أخرى. أنا أقول لك بكل صراحة
أن دور الأمم المتحدة في اليمن دورا مشبوها، وأن الأمم المتحدة لا تريد لهذه الحرب نهاية، ولا تريد أيضا أن يتم القضاء على حركة الحوثي. حركة الحوثي اليوم كل اليمنيين يحاربوها، والعرب من خلف اليمنيين. لماذا هذه الحرب؟ لأن هذه الجماعة انقلبت على الإجماع الوطني، وانقلبت على الشعب اليمني، وسيطرت على الجيش، وسيطرت على كل مقدرات الشعب اليمني والمواطن اليمني، وانتهكت كل القيم الإنسانية والأخلاقية. ولكن للأسف لن نسمع إدانة واحدة من مجلس الأمن ومن مبعوثها. اليوم نتحدث ولدينا رابع مبعوث من مجلس الأمن، ما الذي أنجزه هو والذين من قبله؟ لا شيء يذكر على الإطلاق، بل أن الأمم المتحدة تدخلت في اليمن، وكان عبد الملك الحوثي وجماعته في كهف في أقصى شمال اليمن، ولم يخرج، لم تنتهي مهمة المبعوث الأول جمال بن عمر إلا وقد أصبح عبد الملك داخل القصر الرئاسي في صنعاء. نحن نتحدث اليوم عن مغالطات تحدث برعاية أممية ودولية. نحن اليوم الصورة أصبحت واضحة، ومن يقول غير هذا الكلام هو يضحك على نفسه، ويضحك على 30 مليون يمني لا يريد لهم النجاة والخلاص من هذه الحرب ومن هذه المحنة. الأمم المتحدة، أنا أقول لك يا أختي الكريمة أن 94 اتفاقية، نصف هذه الاتفاقيات كانت بإشراف الأمم المتحدة، والعشرات منها الحوثي وقع عليها، ولكنه لم يلتزم ولم ينفذ أي بند. اليوم في الحديدة بعد مفاوضات السويد، ما الذي حققه الحوثي؟ بل على العكس، الحوثي يقوم بالعشرات من الخروقات. أيضا أطلقوا الرصاص على موكب المراقب الدولي باتريك، ويقول هو بنفسه، نقول لا أدري من الذي استهدفني، وهو يعرف جيدا وحق المعرفة، وكل الناس وكل العالم يعرف أن من استهدفك هو الحوثي، وبالتالي لم نسمع تصريح واحد. وأيضا إذا وجدنا تصريحات الأمم المتحدة بما يخص الشرعية الدستورية التي هي المسؤولة على البلد والتي اختارها الشعب، تتعامل معها بمغالطات وبتزييف للحقائق وللواقع. أنا أقول صراحة أننا في اليمن إذا استمرينا على التعويل على المبعوث الأممي وعلى دور الأمم المتحدة، فنحن نصنع خنجرا مسموما داخل اليمن. لن نسلم نحن من نيرانه، بل على وجه الخصوص المستهدف في المملكة العربية السعودية هناك عملية واضحة لإنشاء قوة داخل اليمن تظل بالتأكيد تظل ورقة لابتزاز المملكة العربية السعودية، لتهديد الممرات الدولية من خلال السيطرة على باب المندب. وهذا في أستاذ محمد، يعني نعم. برأيك ماذا عن الدور الإيراني في عرقلة الحل السياسي في اليمن في ضوء تقارير حول استمرارها تقديم الدعم المالي لميليشيا الحوثية؟ نعم. إيران هي مستمرة ليس من اليوم، ودور إيران ليس من اليوم في اليمن ولا من قبل سنة. إيران منذ بداية إنشاء هذه الحركة في العام 94 وما بعده، إيران هي من أنشأت هذه الحركة، وهي من درست قيادة الحوثي في طهران، وهي من درست حسين الحوثي شقيق عبد الملك الحوثي والذي قتل في عام 2004 عندما قتله الجيش اليمني. هذا خريج إيران. كل قيادة الصف الأول لهم علاقة شخصية مع المخابرات الإيرانية. كل قيادة الحوثي الصف الأول 90% منهم خريجين جامعات الخميني في طهران، وخريجين الاستخبارات الإيرانية في طهران. نحن نتحدث عن حركة هي تتعامل اليوم بالوكالة لإيران داخل اليمن. هذه الحركة إذا حدثتك حتى عن تصرفاتها وعن تعاملها ليست يمنية، ليس هناك أخلاق تدل على أن هؤلاء يمنيين، ليس هناك تعامل يدل على أن هؤلاء يمنيين. نحن بيننا البين كيمنيين نختلف وقد نتقاتل، ولكن نحافظ على الإنسان ونحافظ على عرض الإنسان ونحافظ على الوطن وعلى مقدراته. ولكن هؤلاء منتقمين جاءوا لا يعرفون شيء غير ولاية الفقيه والحق الإلهي وخرافات دينية لا تختلف عن خرافات بعض الأدراف الدينية التي أرادت للوطن العربي الخراب. إذا اليوم لم يكون هناك موقف جاد واضح، فنحن كلنا في خطر. اليمن هي عمق استراتيجي للمملكة العربية السعودية. اليمن فيها ممرات دولية مثل باب المندب، وهذا يهدد أيضا الإخوة والأشقاء في جمهورية مصر العربية، ويهدد قناة السويس، لأن هذا الممر يرتبط بقناة السويس. هناك عملية تزييف وضحك على الدقون إذا صح التعبير. الأمم المتحدة ومبعوثها لا يريدون الخير لا لليمن ولا للعرب. إذا كنا نجربهم من العام 2012، وأنا قلت لك أن المبعوث الأول كان دوره إدخال عبد الملك من الكهف
إلى العاصمة صنعاء وإلى القصر الرئاسي على مرأة ومسمع من كل العالم، وخدعوا الكل، وخدعوا حتى الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وما تم الاتفاق عليه. وكنا قد نجونا من ما حدث في 2011، وكان الشعب اليمني قد نعم أستاذ محمد، ولكنهم هم من ادخلوا الحوثي وهم اليوم من يخدموه ويقدمون له اليمن ويريدون بتأكيد. أن يسيطر عليها. لقد وضحت الصورة أستاذ محمد السطح الكاتب السياسي اليمني، أشكرك كنت معنا عبر الهاتف. أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الداعم لأمن واستقرار لبنان ولتشكيل حكومة وفاق لبنانية في أسرع ما يمكن، معربا عن أمله في أن تسفر القمة العربية الاقتصادية ببيروت عن قرارات تدعم الجهود التنموية للدول العربية. تصريحات شكري جاءت عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، حيث بحثا المواضيع المطروحة أمام القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي تنعقد في بيروت، وأيضا مجمل الأوضاع العربية والدولية وأفاق التعاون الثنائي بين مصر ولبنان. تكثيف التعاون الثنائي بين مصر ولبنان، إذ أن في التعاون الحالي بين البلدين ما يمثل دعما مهما لاقتصاد الدولتين، وهناك إمكانات لتطوير ذلك التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة وغيرها، ونعمل سويا على استكشاف آفاق جديدة للتعاون ومجالات جديدة على أرضية إرادة سياسية أكيدة وأهمية لدعم متبادل. نقلت لدولة الرئيس تحيات وتقدير فخامة الرئيس السيسي واستمرار التواصل. اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الموقف العربي لعودة سوريا للجامعة العربية لم ينضج بعد، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اللبناني ببيروت إلى أنه تم إقرار 29 مشروع قرار ورفعها للقمة الاقتصادية العربية. حتى هذه اللحظة لم ينضج بعد الموقف فيما يتعلق ب عودة الشقيقة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، نتيجة لرؤى مختلفة وتصورات مختلفة. وإذا استمعنا وبدقة لمواقف الدول العربية سنجد أن هذه الدولة تقول فلنطبق قرار الأمم المتحدة رقم كذا 2254 على سبيل المثال، دولة ثانية تقول يجب التوصل إلى تفاهمات مع الحكم في دمشق فيما يتعلق بكذا وكذا وكذا، وبالتالي المحصلة النهائية هي أن الأمر ليس بعد متفق عليه عربيا، ولا أقول أكثر من ذلك عربيا. وتناقش الدورة الرابعة للقمة العديد من الملفات، وفي مقدمتها رفع مستوى المعيشة وخفض معدلات الفقر وتحقيق الأمن الغذائي. تستضيف الدورة الرابعة للقمة الجمهورية اللبنانية، وذلك في الفترة الممتدة من 18 إلى 20 من يناير الجاري. جامعة الدول العربية أكدت أهمية انعقاد القمة، مشيرة إلى أنها ستركز على عدد من القضايا التي تمس المواطن العربي، ومن أبرزها القضايا المتعلقة برفع مستوى المعيشة وموضوع الفقر والأمن الغذائي وشؤون البيئة وشؤون التجارة والاقتصاد وحقوق الإنسان وعشرات الموضوعات التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطن العربي. ويشمل برنامج الاجتماعات على مدى أيام الانعقاد الآتي: الخميس الموافق 17 من يناير 2019، اجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين، الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري للقمة الجمعة الموافق 18 من يناير 2019، انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة، الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة الأحد الموافق 20 من يناير 2019، انطلاق مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة. ولتوقيت انعقاد هذه القمة أهمية كبيرة،
نظرا لما تواجهه الأمة العربية من تحديات تتطلب تكاتفا جديا وتنسيقا وتعاونا من أجل تخطيها، إضافة إلى مواصلة مسيرة التنمية والبناء واستكمال ما تم إحرازه في الدورات الثلاث السابقة للقمة: الكويت 2009، شرم الشيخ 2011، الرياض 2013. كشفت مصادر سورية عن توصي المحققين في تفجير منبت شمال البلاد إلى هوية الشخص والذي أوصل الانتحاري لمكان التفجير وهرب منه قبل لحظات من الهجوم. وأسفر الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي واستهدف دورية التحالف الدولي عن مقتل 19 شخصا بينهم 4 أمريكيين. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اعتقال 2 من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي يحملان الجنسية الأمريكية. وجاء في البيان أن عملية الاعتقال تمت في محافظة دير الزور وضمت أيضا 2 من باكستان وإرهابيا واحدا من أيرلندا. أكد المبعوث الأممي إلى سوريا جيري بيدرسون أن المباحثات التي أجراها مع الحكومة السورية في دمشق والهيئة السورية للمفاوضات في الرياض خرجت بنتائج إيجابية. وأشار بيدرسون في تغريدة له إلى أنه أكد أن العملية السياسية يجب أن تقوم على احترام سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية في ضوء مباحثات ترعاها الأمم المتحدة، متعهدا بالعمل على تعزيز القواسم المشتركة وبناء الثقة بين الأطراف السورية. كشفت صحيفة أمريكية عن تورط تركيا في دعم أفراد تنظيم القاعدة في سوريا ويدعى إبراهيم سن. وفي تقرير لها بعنوان حان الوقت لإعلان تركيا دولة راعية للإرهاب، أوضحت صحيفة واشنطن إكزامينر أن الإرهابي المعتقل حاليا في باكستان لانتمائه للقاعدة كان يعمل جنبا إلى جنب مع مسؤولين بالاستخبارات التركية للإشراف على مجموعات إرهابية مسلحة بسوريا. وبحسب الصحيفة فقد أغلقت الحكومة التركية تحقيقا بحق إبراهيم سن في 2014 وأبعدت المدعين العامين والقضاء الذين كانوا على علاقة بالتحقيق. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من طرطوس الدكتور سومر صالح الباحث في القضايا الجيوسياسية من سوريا. أهلا بك. أهلا وسهلا دكتور. يعني هناك صحيفة أمريكية كشفت أن تورط تركيا في دعم أحد أفراد تنظيم القاعدة في سوريا، ما تعليقك عن ذلك؟ نعم قرأنا كلنا التقرير الإلقاء القبض على أو التعاون بين إبراهيم سن المقرب من الاستخبارات التركية المعتقد في باكستان وعلاقته في تنظيم القاعدة في سوريا وحركة الشباب الصومالية، ولكن ليس مفاجئا هذا الكلام. اليوم القضية ليست قضية دعم هناك شخص متورط مع الاستخبارات التركية، اليوم سيدتي الدولة التركية النظام التركي هو طرف داعم لجبهة النصرة التي هي تنظيم القاعدة في سوريا. كلنا يعلم أن جبهة النصرة محمد الجولاني كان على بيعة أيمن الظواهري وقبله على بيعة مبشر البغدادي، وبالتالي دعم تركيا كدولة لتنظيم جبهة النصرة وهي التحرير الشام علنا ووضوحا بإدلب في المنطقة الشمالية من سوريا في حلب هو دليل واضح على أن تركيا كدولة تدعم تنظيم القاعدة كتنظيم موجود في سوريا. وبالتالي هذا التقرير هو يقطع جزء بسيط، ولكن الجزء الأكبر هو مرتبط بكثير من التفاصيل الخاصة في القضية السورية والأزمة السورية. يعني اليوم لدينا منذ حتى هذه اللحظة منذ اندلاع الأزمة في سوريا والنظام التركي يحمي الهيئة التحرير الشام في مدينة إدلب، لنعود قليلا إلى الوراء في 13/9 في العام الماضي
كان هناك اتفاق لمنزوعة السلاح لخروج تنظيم جبهة النصرة من المنطقة منزوعة السلاح، ولكن النظام التركي عرقل هذا الموضوع، ولاحقا حصلت الكثير من المتغيرات، واندمجت تنظيمات كانت محسوبة على المخابرات التركية مع هذا التنظيم بإشراف ورضا المخابرات التركية. وآخر ما حصل هو انضمام حركة نور الدين الدنكي التي كانت تركيا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2014 تمولها، قد انضمت إلى هيئة تحرير الشام، وهيئة تحرير الشام كما قلنا هي فرع القاعدة في سوريا. إذا الدعم التركي للتنظيمات الإرهابية هو دعم واضح وجلي في سوريا لا يقبل القسمة على اثنين. واليوم هنالك محاولة تركية لدمج كل الفصائل المعارضة التي تعمل بإمرتها ضمن حكومة واحدة. ومنذ عدة أيام كان هنالك اتفاق بين ما يسمى حكومة الانفتاح التابعة لهذا التنظيم الإرهابي اللي هو جبهة النصرة مع كل الفصائل التي كانت ضمن جبهة الوطنية للتحرير التي تعمل بالإمارة التركية والتي أنشأتها تركيا. الدعم التركي لا خلاف عليه، هنالك دعم تركي للإرهاب في سوريا، هنالك دعم تركي للإرهاب في ليبيا، هنالك دعم تركي للإرهاب في آسيا الوسطى وفي البلقان. أينما وجد الإرهاب هنالك يد للمخابرات التركية بكل وضوح وبكل صراحة. شحنات الكور التي دخلت إلى الحدود عبر الحدود التركية إلى الجبهة الروسية التي أعلنتها وزارة الدفاع التركية للأسف وزارة الدفاع الروسية، ألم تكن بأمر المخابرات التركية؟ هل يمكن نقل شحنة من الكور عبر الحدود التركية السورية إلى جبهة الروسية من دون علم المخابرات التركية؟ السلاح الذي يأتي إلى جبهة الروسية في إدلب وإلى سوريا أين يأتي؟ لا يأتي من الحدود التركية السورية. هل يعقل أن اليوم الجيش التركي والمخابرات التركية لا تعلم من أين يأتي السلاح إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة؟ كل هذه الأسئلة يعني في الأصل خرج هذا الموضوع من إطار النقاش، لأنه مثبت حقيقة وواقعا أن تركيا طرف داعم للمجموعات الإرهابية المسلحة وتستخدمهم استخداما سياسيا وتوظيفا إرهابيا لهذا في السياسة سواء في سوريا أو في أكثر من منطقة. وكلنا سمع أيضا بعض الإشارات الروسية لإمكانية نقل تركيا للإرهابيين من سوريا إلى ما سمعها آنذاك بوغدانوف الموانئ الهادئة سواء في جنوب شرق آسيا أو في اليمن أو كان حتى في سيناء، لأن يعني الدعم التركي للإرهاب واضح لا يقبل قسم على اثنين. وهذا التقرير هو جزء بسيط من الدعم التركي المقدم منذ العام 2010 لكل التنظيمات الإرهابية في المنطقة. نعم، طب دكتور، تقييمك لدور المبعوث الأممي الجديد في سوريا في ضوء المباحثات التي أجراها مع الحكومة السورية في دمشق وأيضا الهيئة السورية للمفاوضات في الرياض؟ الواضح من تصريحات جيرد بيدرسون أنه ضمن الإطار الذي أتى لإنشاء ما يسمى المبعوث الدولي إلى سوريا، يعني هو تحدث عن السيادة السورية، تحدث عن دوره كميسر وليس كوسيط، إذا هو يحاول حتى هذه اللحظة الواضح من تصريحاته أنه يحاول تلافي أخطاء السيد مستورة المبعوث المستقيل إلى سوريا، وبالتالي قد تحمل اليوم هذه الأجواء الإيجابية في تصريحاته أبادرة أمل بأن تقوم يكون للأمم المتحدة دور ما في التسويات السورية. ولكن لو أردنا أن نتحدث بشكل واقعي بعيدا عن الآمال الوردية، اليوم الأزمة في سوريا هي أزمة دولية، أصبحت نقطة اشتباك دولي واضحة، وبالتالي اليوم دور غير بدلكم سيكون هامشيا. الدور الأساسي هو للولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر على منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي هل يستطيع السيد جير بيدرسون أن يخرج عن الإملاءات الأمريكية؟ هل يستطيع السيد جير بيدرسون أن يواجه الولايات المتحدة الأمريكية بالحقائق؟ هل يستطيع جير بيدرسون فرض على تركيا التي تدعم المجموعات الإرهابية المسلحة بشيء ما؟ يعني اليوم هنالك محدودية لعمل السيد جير بيدرسون، لأن ضمن أصل دور الأمم المتحدة بحل الأزمة السورية هو دور هامش المسيطر عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إن حصلت مجموعة من التطورات كما هو متوقع في الشهر الثاني أو الرابع قد ننتقل إلى جولة أخرى من المباحثات في إطار أسلم وفي إطار جنيف، هذا هو المتوقع، وبالتالي إن شاء الله سيكون هنالك تحريك للمياه الراكدة. أما الأصل في التسوية في سوريا هو القضاء على الإرهاب قضاء تاما، أي محاولة للدخول في مسار سياسي دون أن نستقبل الحرب على الإرهاب سيؤدي إلى نتائج عكسية. نعم، وضحت الصورة. أشكرك دكتور سومر صالح الباحث في القضايا الجيوسياسية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. أعلن الجيش الليبي مقتل القيادي في تنظيم القاعدة عبد المنعم الحسناوي ولقبه أبو طلحة الليبي مع اثنين من مرافقيه في عملية نوعية بمدينة سبها جنوبية البلاد. وقال المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري إن العملية قامت بها مجموعة العمليات الخاصة المشكلة من كتيبة شهداء الزاوية وكتيبة طارق بن زياد بمنطقة الشاطئ. وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أصدر أمرا ببدء عملية عسكرية شاملة في سبها تهدف إلى تأمين مقدرات الشعب من النفط والغاز وحماية منظومة النهر الصناعي.
وفي اتصال هاتفي مع إكس نيوز في خدمة إخبارية سابقة، أكد المسماري أن الإرهابي أبو طلحة من أخطر الإرهابيين بتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن هناك تحالفا بين تنظيمي داعش والقاعدة في ليبيا. كانت أولى العمليات هي عملية فجر اليوم، استهدفت أبو طلحة وبالمنع عن السفناوي، وهو مجرم خطير، وهو قريب المجرم الإرهابي الداعشي أحمد السفناوي، الذي الآن بالتأكيد سيكون في موقف سيء جدا، سيكون مطارد والخوف يسيطر عليه الآن. قتلنا كذلك في هذه العملية المهدي دنجو، وهو خطير. ما دنجو من ضمن المجموعة التي اشتركت في ذبح الأخضاب في ترك، في مدينة ترك. كذلك عبد الله الدسوقي، وهو إرهابي مصري يتبع تنظيم القاعدة. الفرق في نتحدث مرات سابقة وأكثر من مرة أن داعش في ليبيا هم عبارة عن مجموعة مشتقة عن انقطاع القاعدة، وأن هناك تحالف بين التنظيمين. عملية اليوم تثبت ذلك. لماذا؟ لأن عبد المنعم أو أبو طلحة هو من تنظيم القاعدة، وكان مقرب جدا من قائد تنظيم القاعدة سواء في ليبيا سواء في أفغانستان سواء في دول أخرى. قاتل مع جبهة النصرة في سوريا، ولديه مقطع فيديو واضح جدا مع جبهة النصرة في سوريا. قاتل في العراق مع تنظيم القاعدة. أبو طلحة مجرم خطير ويعتبر من أخطر الإرهابيين، وخاصة في العمليات الصحراوية. توقع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إعادة افتتاح مقر البعثة الأممية في مدينة بنغازي نهاية الشهر الجاري، معتبرا خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن أن حالة الجمود السياسي في ليبيا مرتبطة بما وصفه بالمصالح الضيقة ونهب ثروات البلاد. ودعا سلامة إلى تهيئة المناخ لعقد مؤتمر الحوار الوطني، مناشدا كل الأطراف الليبية المشاركة في المؤتمر. وردتنا مطالب من أجل تيسير المؤتمر الوطني لتحقيق هذا الغرض، وخلال الأسابيع المقبلة سنسعى للوفاء بهذا الوعد. الليبيون عبر البلاد رجال ونساء سيجتمعون في مكان واحد ويقررون مصير العملية الانتقالية. نظرا لأهمية هذه الفعالية وهذا المؤتمر، لابد أن يجري هذا المؤتمر في ظروف مناسبة بحضور الأشخاص المناسبين، بحيث يتوصل إلى اتفاق تقبل به معظم الأطراف. ونحن نعمل جاهدين ليل نهار من أجل التحضير لهذه الفعالية، ومتى توفرت الظروف المطلوبة من أجل الوصول إلى توافق حول أجندة وطنية لبناء دولة مدنية ليبية متحدة، ومتى اتفقت الأطراف الأساسية عليها، سنتمكن من تحديد مكان وموعد هذا المؤتمر. طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي صالح المجتمع الدولي بالوقوف في وجه الدول التي تصدر الأسلحة للإرهابيين في ليبيا. وخلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أكد صالح أن مثل تلك السلوكيات تؤجج الصراع داخل ليبيا وتفشل جهود أي جهود لإحلال السلام. كما نأمل من مجلسكم الموقر أيضا الوقوف بحزم ضد سلوكيات بعض الدول التي تقوم وبصورة غير قانونية تخالف قرارات مجلس الأمن بتصدير كميات من السلاح جرى ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية الليبية إلى جهات داخلية لا تخضع لحكومة الوفاق الوطني. ونحذر هنا من أن مثل هذه الأفعال ستسهم في تأجيج الأوضاع في البلاد وتفشل الجهود التي يبذلها الليبيين والأمم المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد. السيد الرئيس، يشكل موضوع الهجرة والتقارير التي تصدر عن بعض الأجهزة في الأمم المتحدة مصدر قلق لحكومة بلادي، وخاصة أن هذه التقارير تشير إلى انتهاكات يتعرض لها المهاجرون في طريقهم نحو أوروبا، باعتبار ليبيا بلد عبور وليست بلد مقصد لهؤلاء المهاجرين. وتتجنى هذه التقارير في كثير من المناسبات، وقامت باستعمال عبارات وألفاظ تتهم الليبيين بالسخرة وكراهية الأجانب، بل وصل الأمر ببعضها إلى تفسير معاني بعض الكلمات في اللهجة العربية الليبية كما يحلو لها.
خرجت في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات دعت إليها حركة السترات الصفراء في الأسبوع العاشر من احتجاجات تشهدها البلاد. يأتي هذا في وقت يواصل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مختلف البلديات ضمن الحوار الوطني الكبير في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي. قال وزير الداخلية النمساوي إنه يدرس فرض حظر تجول خاص بمهاجرين واللاجئين ذوي الاتجاهات العنيفة. وشدد الوزير النمساوي على أن المهاجرين واللاجئين ذوي الاتجاهات العنيفة موضع مراقبة وسيتم العمل على ترحيلهم بكل الوسائل القانونية، مشيرا إلى أنه في حال تعثر ذلك لسبب أو لآخر لن يعودوا قادرين على التجول بحرية في النمسا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيصدر مساء اليوم السبت إعلانا مهما حول الأوضاع الإنسانية في جنوب الولايات المتحدة والإغلاق الحكومي. جاء ذلك في تغريدة له على تويتر دون تقديم المزيد من التفاصيل. ومن جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب سيواصل البحث عن حل لإنهاء الأزمة الإنسانية على الحدود. رحبت كوريا الجنوبية بالقمة الثانية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم الكورية الشمالية كيم جونغ أون، والتي أعلن البيت الأبيض عقدها نهاية فبراير المقبل، متوقعة أنها ستكون نقطة تحول نحو السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية. وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي لجنوب كوريا إن سول لن تدخر جهدا من أجل التوصل إلى نتيجة ناجحة للقمة الثانية المزمعة بين ترامب وكيم من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وإجراء مزيد من المحادثات مع كوريا الشمالية.
أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو أن المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن حققت تقدما نافيا التوصل لاتفاق بين البلدين بشأن النزاع التجاري بينهما. وأوضح كادلو أنه لم يتم التوصل إلى حل أي شيء خلال اجتماع المفاوضين في بكين مطلع الشهر الجاري، لافتا إلى أنه من الممكن عقد صفقات جديدة حول التجارة مع الصين خلال الأشهر المقبلة. أعربت الصين عن استيائها الشديد لتقرير دفاعي صاروخي أمريكي يروج يطلق عليه التهديد الصيني. جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، حيث أكدت أن التقرير يتم بعقلية الحرب الباردة ويتجاهل توجهات العصر فيما يتعلق بالسلام والتنمية. وأضافت المسؤولة الصينية أن خطوة الجانب الأمريكي غير بناءة على الإطلاق وستعرض السلام والأمن الإقليميين للخطر، كما ستعرقل عملية نزع السلاح النووي الدولي وستثير سباق تسلح وستقود التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين. نفت حركة طالبان صحة تقارير حول استعدادها لاستئناف المحادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص خليل زاد في إسلام أباد، وكررت رفضها التعامل مباشرة مع الحكومة الأفغانية. وتعثرت المحادثات بين الجانبين بعد أن اتهمت حركة طالبان المبعوث الأمريكي بالانحراف عن جدول الأعمال المتفق عليه، هذا ولم يتضح متى سيتم استئناف المحادثات. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أهمية تحقيق المواطنة الكاملة، مشيرا إلى أن الدفاع عن الوطن مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي 29 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي يعقد تحت عنوان بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الشخصية الوطنية لاستقرار المجتمعات. وقد قرر العلماء والفقهاء أن العدو إذا دخل بلدا من بلاد المسلمين صار الجهاد ودفع العدو فرض عين على أهل هذا البلد، رجالهم ونسائهم، كبيرهم وصغيرهم، قويهم وضعيفهم، مسلحهم وأعزلهم، كل وفق استطاعته ومكنته، حتى لو فنوا جميعا في الدفاع عن وطنهم. ولو لم يكن الدفاع عن الأوطان مقصدا من أهم مقاصد الشرع لكان لهم أن يتركوا الوطن وأن ينجوا بأنفسهم وبدينهم، لكن ما أجمع عليه العلماء أن على أهل البلد أن يدافعوا عن وطنهم حتى لو فنوا جميعا، ولم يقل أحد أن ينجوا لا بدينهم ولا بأنفسهم. استقبل البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قيادات الإسكندرية التنفيذية والأمنية والبرلمانية والدينية بالمقر البابوي بالكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة للتهنئة بعيد الغطاس. وجاء على رأس الحضور محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة ومدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف وممثلو المنطقة الشمالية العسكرية ونواب البرلمان وممثلو مديرية أوقاف الإسكندرية والآباء والكهنة.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنباء عن نقص السلع التموينية بالمجتمعات الاستهلاكية بمحافظات الجمهورية، كما نفى أيضا تحميل الدولة بعض رجال الأعمال المصريين تكلفة نفقات حملة 100 مليون صحة، مؤكدا أن المبادرة المصرية رئاسية بتمويل حكومي. جهود حثيثة يبذلها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتصدي للشائعات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة وإيضاح حقيقة الأمر. فخلال الفترة من 16 وحتى 18 من يناير الجاري، نفى المركز عددا من الشائعات استهدفت تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على قطاعات الدولة. فبعد انتشار أنباء تفيد بنقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، تواصل المركز مع وزارة التموين التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي لهذه السلع متوافر تماما، وهناك رقابة دورية لضمان توافر السلع بجميع المنافذ التموينية ووصولها لمستحقيها. كما نفى المركز الإعلامي بعد تواصله مع وزارة الصحة أنباء تفيد بتحميل بعض رجال الأعمال المصريين تكلفة نفقات حملة 100 مليون صحة، وأكدت الوزارة أن المبادرة مصرية رئاسية بتمويل حكومي وتستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي وعلاجهم بالمجان. الوزارة أكدت أيضا عدم صحة أنباء هدم مستشفى العباسية للصحة النفسية ونقله لمدينة بدر لتحويل أرضه لمنطقة استثمارية، مشددة على أهمية الدور الذي يقوم به المستشفى، موضحة أنها خصصت قطعة أرض جديدة بمدينة بدر لإقامة مجمع طبي للصحة النفسية ضمن خطتها للتوسع بإقامة مستشفيات جديدة لخدمة مرضى الصحة النفسية والإدمان. كما تواصل المركز الإعلامي مع محافظة بورسعيد للتحقق من أنباء إلغاء المنطقة الحرة بالمحافظة وما يترتب عليها من إلغاء البطاقات الاستيرادية، وأكدت المحافظة أن عملية الاستيراد بالمنطقة تسير بشكل طبيعي، مشددة على الأهمية القصوى التي توليها لتيسير إجراءات الاستيراد. المركز الإعلامي نفى أيضا بعد تواصله مع وزارة التربية والتعليم أنباء حول خصخصة المدارس الحكومية وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي، وشددت الوزارة على مجانية التعليم باعتباره حقا أصيلا يكفله الدستور، واضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع بروتوكول مع القطاع الخاص لبناء مدارس بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، بحيث يتم طرح الأراضي ويتولى المستثمر بناء وتشغيل وصيانة المدرسة لتخفيف العبء على الحكومة وتخفيف كثافة الفصول. كما نفت وزارة التربية والتعليم إضافة مجموع درجات امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية للمجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، وحذف 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة نظرا لضيق الوقت. قطاع الآثار لم يسلم كذلك من الشائعات المغرضة، حيث ترددت أنباء عن تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لفرنسا، مما تسبب في إهدار 1 مليار جنيه على الدولة، ليسارع المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة الآثار التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن عائدات المعرض بالكامل ستعود لخزانة الدولة، مشددة على أنها تسعى بشكل مستمر ودوري ترويج للآثار المصرية مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها. وأخيرا نفى المركز الإعلامي بعد تواصله مع وزارة النقل استيراد هيئة السكك الحديدية ل200 جرار للقطارات غير مطابق للمواصفات في صفقة وصلت تكلفتها ل500 مليون دولار، وأكدت الوزارة أن كافة الجرارات المتعاقد عليها مطابقة لمعايير السلامة والأمان وتخضع للرقابة والفحص من كافة الجهات المعنية، موضحة أن ما تم التعاقد عليه حتى الآن هو 100 جرار من جنرال إلكتريك العالمية التي تعتبر من أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال. تعد صوامع ستس لتخزين القمح بمركز بيبا جنوب بني سويف واحدة من كبرى صوامع الغلال في الجمهورية، والتي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في مايو من عام 2017.
بطاقة استيعابية 60,000 طن تقف صوامع سلسلة تخزين القمح بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف كواحدة من كبرى صوامع الغلال في الجمهورية التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في مايو من عام 2017. فالمشروع التنموي بالمحافظة الذي يتكون من 12 صومعة معدنية سعة الواحدة 5,000 طن تم تجهيزه بأحدث نظم تكنولوجيات التخزين في العالم، والتي تطبق نظما حديثة في إدارة ومراقبة المخزون وتبخير ومراقبة درجة الحرارة ومنظومة مكافحة الحريق، وذلك من أجل تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة اللازمة للتخزين لضمان استمرار عمليات صرف الأقماح على مدار العام ومنع الهدر. صومعة سيتسي ديت ساعة التخزينية 60,000 طن بيبدأ فيها القمح بالدخول للصومعة عن طريق النقرة ديت، النقرة بعد كده بيخش عندي فيه مغناطيس بيسحب أي برادة حديد، بعد كده سيور بتدي الروافع بتخش الخلايا التخزين. خلايا التخزين ديت في هنا 12 خلية، ساعة الخلية الواحدة 5,000 طن. القمح هو داخل الصومعة في فلاتر بتسحب أي شوائب ترابية في القمح، في برضو غربال عندي مسؤول عن لو في أي حباية قمح أو كسر أو أتربة أو أي ما هو أصغر من حباية القمح، الغربال دوت بياخدها بينقيها من القمح. في بلورات حفاظا على درجة حرارة القمح داخل الخلية، البلورات ديت بتضخ هواء فيه. بعد كده عندنا في الخلايا بعد كده بيبقى فيه موازين عشان اوزن الكميه اللي دخلت عندي واعرف الكميه دخلت عندي قد ايه بالظبط، وبعد كده عندي خلايا الصرف اللي انا من خلالها بيتم صرف القمح للمطعم. النهارده في احد الصوامع المعدنيه اللي نفذتها الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في صوامع سيتس، ودي احد الصوامع الحديثه، وده اتجاه الدوله لتخزين القمح في صوامع معدنيه. طبعا عشان عايزين نستغنى عن الشوان الترابيه بقى والشوان الثانيه اللي هي بتعمل بتؤدي الى تلف كميه كبيره من القمح، سواء بقى العوامل الجويه تربه وامطار، فاتجاه الدوله لانشاء الصوامع المعدنيه. ولا تتوقف عملية تخزين الأقماح داخل الصوامع على المحلية فقط، بل إنها تستقبل الأقماح المستوردة لخدمة المحافظة والمحافظات المجاورة، إذ يبلغ حجم المخزون المحلي من الأقماح داخل الصوامع نحو 45,000 طن، فيما يبلغ المخزون المستورد من القمح بها 15,000 طن. وجاء مشروع الصوامع الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مدة لم تتجاوز العامين ليرفع من قدرات المحافظة على تخزين الأقماح إلى 155,000 طن سنويا، لتقف صوامع سيتسي إلى جانب صوامع مطحن الوسطى وصوامع كوم أبو راضي وصوامع بوهلر بني سويف. بالنسبة لصوامع سيتسي هي صوامع حديثة أنشأتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نفذتها شركة بتروجيت من ضمن 25 صوامع منحة إماراتية، بتمثل إضافة كبيرة وسعة تخزينية كبيرة لمحافظة بني سويف. أصبح عندي سعة تخزينية حوالي 150,000 طن صوامع معدنية بالمحافظة، صوامع مصر الوسطى 30,000 وصوامع كوم أبو راضي 60 وصوامع سيتس 60,000. بنخزن فيهم القمح المحلي وبنخزن فيهم قمح مستورد بتخدم محافظة بني سويف ومحافظة الجيزة ومحافظة الفيوم ومحافظة المنيا. نقلة نوعية حققتها الدولة بإنشاء الصوامع المعدنية لتخزين الأقماح لمنع الهدر الذي يتم في الشوان الترابية قديما، ليقف المشروع كواحد من تلك المشروعات التنموية في مصر. نظم مركز الطفل والحضارة والإبداع احتفالية بمناسبة مرور 210 أعوام على ميلاد لويس برايل المخترع الكتاب البارز للمكفوفين، وذلك بمشاركة 100 طفل من متحدي الإعاقة البصرية بعدد من مدارس وجمعيات ومؤسسات أهلية لدمج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعد الاحتفال فرصة لدمج هؤلاء الأطفال داخل المجتمع ووسيلة للتعليم التفاعلي الذين يتعرفون من خلاله على تاريخ وطنهم وحضارتهم. لكن النهارده هذا اليوم مخصوص لمتحدي الإعاقة البصرية، واحتفالا بهنسن برايل المكتشف طريقة الكتابة للمكفوفين،
احنا استثمرنا هذا الحدث لانه نطلع منه بشيء مفيد جدا اليوم. النهاردة احنا بنحاول ندمج هذه الفئات داخل المجتمع، من ضمن الاماكن اللي لازم يندمجوا فيها المتاحف، لانه من حقهم يعرفوا تاريخ بلدهم، يعرفوا الفنون والحضارة والثقافة بشكل عام. فكان جزء مهم جدا ان احنا نطلق المبادرة النهاردة، ان جميع متاحف مصر النهاردة يجب انها تكون مهيئة لطرق الوصول لهذه الفئات داخل المتاحف، تقديم الخدمة لها كالأسوأ تماما. أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 42.6 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2018 مقارنة ب 37 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017. المزيد في السياق العرض التالي. شهدت وزيرة السياحة رانيا المشاط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد تدشين أول محطة لتوريد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بالفنادق في القاهرة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، ويهدف المشروع إلى دعم انتشار استخدام الطاقة الشمسية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لظاهرة التغيرات المناخية. احنا عندنا في الوقت الحالي مركب في الشبكة حوالي 1000 تقريبا، يعني 1000 ميجا وات من طاقات الرياح. عندنا من الطاقات الشمسية حوالي 200 ميجا وات، لكن تحت الانشاء في الوقت الحالي 1465 ميجا وات في مكان واحد في بنبان اللي هي 50 كيلو شمال أسوان. وان شاء الله جزء من هذه المحطات هي كعبارة عن مجموعة محطات صغيرة كلها موجودة في مكان واحد، وايضا تركين للقطاع الخاص والاستثمار في هذا الامر بشدة. ان شاء الله هتبتدي في جزء من دخل الخدمة دلوقتي ودخل على الشبكة فعلا، والمتوقع ان تنتهي نهاية تماما يمكن في الربع الاول او يعني متأسف في الربع الاول والثاني حتى من السنة دي، يعني متوقعين ان شاء الله على نص السنة تكون كل القدرات دي دخل، وده قدرات كبيرة جدا. النهاردة بنلاقي ان كتير جدا من وكالات السياحة منظمي الرحلات بيركزوا ان يبقى الفندق اللي هم رايحينه يا اما في طاقة متجددة يا اما صديق للبيئة. فاعتقد المعايير الجديدة دي ان يبقى في فنادق في مصر بتسعى لده، بعضهم بيحققوا وبيحاولوا يحققوا، اعتقد دي كلها رسائل ايجابية. احنا متفائلين جدا في 2019 ونقدر نروج بان بعض الفنادق في مصر الحقيقة فيها هذه التقنية وفيها هذه الاتجاهات. المشروع النهاردة عمل خفض ل 215 طن من السي او 2، كل دون بيتحسب من ضمن التزامات مصر. في جزء اقتصاديا وفر للمنشأة، في جزء تاني نقدر ان احنا نكرره في منشآت سياحية اخرى، في تكنولوجيا عرفنا ان احنا نعمل لها عملية تبني وتوطين داخل الدولة. فالمنافع كثيرة جدا، المنافع عبر قطاعات طاقة، صناعة، سياحة، بيئة، المنافع كثيرة على المستوى الدولي، المنافع كثيرة على المستوى الوطني اقتصاديا. يؤهل بيوفر فرص عمل للشباب، بتتكلمي على ابتكارات جديدة تقدري ان انت تدخلي الشباب فيها يبتدي يكبرها، فيعني المنافع كثيرة جدا. أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي. جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة المقام في باريس، حيث نوهت نصر إلى الإصلاحات التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص. من جانبه أشاد السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال كلمته بالإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها مصر خلال السنوات الأربع الماضية.
قال وزير المالية محمد معيط إن مصر أصبحت تتمتع بمشاركات كثيرة وفعالة وحضور قوي في عدد من المحافل الدولية، وعلى رأسها مشاركة مصر في اجتماع مجموعة العشرين. وخلال مشاركته في أول اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين بالعاصمة اليابانية طوكيو، أضاف معيط أن مصر من ضمن الدول الإفريقية ودول إقليم الشرق الأوسط التي تحقق معدلات النمو المستهدفة بالموازنة، مشيرا إلى أن توجه الدولة في جميع مخططاتها يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كما أكد أن التحدي أمام مصر خلال الفترة المقبلة يكمن في السير على منهج الدول المتقدمة كسنغافورة وماليزيا وكوريا، وتحقيق مزيد من التقدم والتطور الصناعي والزراعي، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسن الخدمات. قال عبد الله رمضان نائب محافظ السويس إن المحافظة قررت التعاون مع صندوق تحيا مصر بإقامة مجموعة من المشروعات في الحدائق التي تمت إقامتها مؤخرا من أجل توفير فرص عمل للشباب. وأضاف نائب محافظ السويس في تصريح خاص لإكسترا نيوز أن المحافظة بدأت العمل المكثف استعدادا لاستضافة السويس إحدى المجموعات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنظمها مصر في شهر يونيو المقبل. الشيء المميز في الحديقة أنه إن شاء الله هتتضمن مجموعة من الكرفانات اللي هتبقى مشروعات للشباب. سيادة المحافظ عبد المجيد صقر وجه أنه يكون في مشروعات شبابية هنا لتخدم فرص عمل للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وإن شاء الله هيكون ده نمط متكرر في باقي الحدائق اللي موجودة في السويس. ختام هذه النشرة والآن تذكرة بأهم العناوين. التحالف العربي يتهم ميليشيا الحوثي بمواصلة تجنيد الأطفال في اليمن. صحيفة أمريكية تكشف عن تورط تركيا في دعم أحد أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا. وزير الأوقاف يؤكد أن الدفاع عن الوطن مقصد من مقاصد الشريعة. انتهت النشرة الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري xnews.tv. إلى اللقاء.